يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه، والبدايه تحيه واجب الحقيقه لشباب النادي الاهلي اللي طمنونا النهارده الحقيقه على كره الاهلي في المستقبل. النهارده الحقيقه قدموا مباراه كبيره جدا امام خصم عنيد صاحب اسم كبير، لعب مباراه بكامل التحفز وبكامل الاصرار على انه يحقق مكسب بقاله 12 سنه ما حصلش على النادي الاهلي، لكن شباب الاهلي الحقيقه كانوا رجاله وكانوا قد المسؤوليه وقدموا مباراه كبيره جدا ونجحوا بروح الفانيلا الحمراء اللي تعودنا عليها. بتتكلم بقى عن ناشئين، بتتكلم على شباب، بتتكلم على فريق اول، هي روح الفانيلا الحمراء اللي مكنت الفريق الحقيقه من التعادل في نهايه المباراه. عايز اقول مبروك، مبروك لجمهور النادي الاهلي. قصه المكسب والخساره وقصه حساب النقاط وقصه المنافسه على البطوله، تمام، كل دي ليها اعتبارات، لكن الحقيقه الروح اللي بتلعب بيها فرقه النادي الاهلي في ظل غياب مجموعه كبيره جدا ما كانش تقريبا الفريق الاساسي كله النهارده، شارك طبعا عمار، شارك حسام حسن، شارك محمد محمود، لكن في النهايه انت بتلعب بفريق شاب، فريق بيظهر قدام الاضواء لتاني مره. من اسبوع فات 90% من الاسماء اللي حضراتكم شفتوها النهارده ما كانش حد يعرفها، ما كانش حد يسمع عنها، ما كانش حد شايفها، ما كانش حد عارف امكانياتها. النهارده ظهروا بشكل كبير جدا ومن خلال تجربتين في منتهى القوه بعتبرهم، سواء قدام الجونه او قدام الاسماعيلي، بنقول انه الاهلي ان شاء الله باذن الله بشبابه يطمننا بشكل كبير جدا على المستقبل. جزء كبير من الاسماء اللي انتم شفتوها دي ممكن تشوفوها في الدور الثاني من الدوري مع فرق ثانيه، تاخد خبره اكبر، تاخد جرعه مشاركه احسن، ترجع ان شاء الله باذن الله في احسن فورمه لما الاهلي يكون محتاجهم او محتاج يوظف حد في اي مركز من المراكز. خليني اقول بقى الحقيقه واقف شويه مع بطوله دوري ابطال افريقيا، لانه الحقيقه البطوله دي او نسخه الكاميرون دي قدمت لنا واحد من اهم، ان لم يكن بالفعل اهم درس في كره القدم. ليست بالإمكانيات وليست بالأسماء وليست بالرصيد وبالتاريخ وبالبطولات، لكنها الحقيقة بالروح وبالإصرار وبالعزيمة. تجربة بشكر عليها منتخبات متواضعة زي جابون وزي جامبيا وزي غينيا الاستوائية وزي غينيا وزي سيراليون، اللي وقفوا قدام فطاحة للقارة، وقفوا قدام منتخبات مرشحة وبقوة لأنها تفوز بالبطوله وتحقق اللقب، وقفوا قدام اسماء ولاعبين قيمتهم بمئات الملايين من الدولارات، واستطاعوا الحقيقه ان هم يحققوا شيء، استطاعوا ان هم يقولوا ان الروح والعزيمه تقدر تعوض كتير من الفوارق مهما كانت. وهقف مع حضراتكم على مدار الحلقه واقول لكم البطوله النهارده واقفه فين، وترتيب المجموعات اللي ما كانش ممكن ابدا حد يتوقعه او حد يراهن عليه شكله عامل ازاي. خليني طبعا افكر حضراتكم بسؤالنا اللي هيكون موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا والمرتبط طبعا بماتش النهارده في كاس الرابطه مع الاسماعيلي. من وجهه نظركم مين افضل ثلاث لاعبين من شباب الاهلي او من فريق الاهلي تميز النهارده وظهر بشكل مميز على الفيسبوك على تويتر على انستجرام؟ في انتظار ارائكم. وابدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. شباب الاهلي يتعادل مع الاسماعيلي في ثاني جولات كاس الرابطه. المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة السودان وسلبية مسحة الفريق. سيكازو يعود لتقنية الفار في أمم إفريقيا. والليلة صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة ذا بيست. ليفربول يتابع جناح نانت الفرنسي لتعويض رحيل صلاح المحتمل.